أبناء الدائرة 52 بمديرية صبر المعادم احتفلوا اليوم بذكرى تأسيس الإصلاح وبذكرى 26 سبتمبر الخالدة كأغلى ثورة عند الشعب اليمني. يا سهيل اليماني بسما العز نطع، يا سهيل اليماني بسما العز نطع. لقد ولد الإصلاح من رحم الكفاح اليمني الطويل الممتد ضد الإمام ومخلفاتها، وشارك بفاعلية بالعديد من المحطات التاريخية، وكان له السبق بمناهضة الاستبداد السياسي وتعزيز الهوية اليمنية والذود عن وحدة اليمن وسلامة أراضيه. إن موقف المؤتمر الشعبي العام هو ذلك الموقف الثابت والمعلن الرافض للانقلاب على شرعية الدستورية ومبادئ الثورة والجمهورية ومكتسباتها، واصطفافه مع كافة القوى والمكونات السياسية مع الشرعية الدستورية، ودعمه للتحالف العربي الداعم لها، إدراكا منه أن الشرعية الدستورية المعترف بها إقليميا ودوليا المعادل الموضوعي في مواجهة الانقلاب. مديرية صبر الموادم تحمي مدينة تعز من جهتها الجنوبية، وقدمت حتى الآن أكثر من 800 شهيد وعدد كبير من الجرحى، ولا زال أبناؤها منتشرين من منطقة الشقب في تعز وحتى مارب شمالا يدافعون عن الجمهورية. وقد تجمع هذا الحشد في ثاني أعلى قمة في الجزيرة العربية جبل العروس، هاتفين للجمهورية ولثورة 26 سبتمبر، ومجددين الولاء للوطن والشرعية حتى النصر. إن المرأة الإصلاحية اليوم تفخر وتعتز بالتجمع اليمني للإصلاح لتحمله هم الوطن وتقديم رجاله وقاداته وشبابه دفاعا عن كرم هذا الوطن الغالي على قلوبنا. وعلى ذرى صدر الأشم هنا علت الله أكبر فوق كل عنيد صبر، وما أدراك ما صبر الذي دحر العدا بعزيمة وصمود، سيسجل التاريخ يا صبر الفدا شرف البطولة في سجل خلودي. إصلاحيو مديرية صبر الموادم دعوا بمهرجانهم إلى رصد الصفوف خلف قيادة البلاد الشرعية حتى يرى اليمنيون وطنا آمنا وحرا ومستقرا ينعم الجميع بالعيش فيه وينضحوا، فالوطن يستحق أكثر. محمد يوسف لقناة سهيل تعز.